قاتلها ومن يخرجها ومن يظهر على أخراجها فلها موقف آخر منه. إذن هذه الأمة لها في وسطيتها تتعامل مع الناس حسب كل إنسان تتعامل معه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك ومن المعامل ومن التعامل الذي يجب أن تتصف به هذه الأمة الإحسان إلى الوالدين. والإحسان إلى الوالدين مقامهم عظيم الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى قرن الإحسان إلى الوالدين بالتوحيد بتاع وحدانيته، فقال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نحن نرى اليوم عقوق الأبناء للآباء وإهمال الأبناء للآباء وتركهم في دور العجزة وعدم زيارتهم وعدم الإحسان إليهم، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان إلى الوالدين من القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وجعله بعد التوحيد مباشرة. حتى لما يكون الأب والأم غير مؤمنين لا يقول الإسلام أن على الأبناء أن يهملون هؤلاء الآباء، لا، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي لا تطعهما عندما يطلبون منك أنك تشرك بي، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا لأنهما السبب في وجودك إلى هذه الحياة. ثم تكلم الحق سبحانه وتعالى في قضية المعاملات عن الإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الأقرباء والإحسان إلى، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، كرر أيضا هنا الإحسان إلى الوالدين. ثم: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله سبحانه وتعالى عدد في هذه الآية أصنافا من الناس وأصنافا من العباد، وطلب من المؤمنين أن يحسنوا إلى هؤلاء الناس وأن يحسنوا إلى هؤلاء العباد في معاملتهم، وقرن كل ذلك بالتوحيد بالعبادة لله سبحانه وتعالى، وكأن الإحسان إلى الآخرين نوع من العبادة، وهذا يشير إلى مدلول أو سعة مدلول العبادة في الإسلام، أنها كل عمل أو قول أو فعل يرضي الله سبحانه وتعالى، وبالتالي حسن المعاملة للناس وحسن المعاملة للآباء والأبناء والأمهات وحسن المعاملة للجيران وحسن المعاملة للأقرباء كلها تدخل، وصلة الرحم من أعظم الأمور في الإسلام، كلها تدخل في باب المعاملات. يقول الله سبحانه وتعالى يصف الأبرار، يقول: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه المعاملة الحسنة ليست لأننا ننتظر منكم عائد، ننتظر منكم جزاء، ننتظر منكم شكر، ولكنها لأننا نريد أن يرضى الله سبحانه عنا، وبالتالي نحن ننفق مما نحب وليس مما نكره. يعني اعتاد بعض الناس على أن يخرج السيء من الطعام، ولكن هذه قالك لا، يجب أن تخرج من ما تحب. ويطعمون الطعام على حبه، أن يحبون الطعام، وكما وصف أهل المدينة الأنصار قال ويخرجون، نعم، ولو كان بهم خصاصة، أي لو كان بهم حاجة إلى المال وحاجة إلى هذه فهم ينفقون في سبيل الله. ثم حذر من سوء المعاملة في مسألة المكاييل والميزان والمتاجرة في سورة المطففين، فتوعدهم وأنذرهم بعذاب عظيم، ويكفيهم أنهم سوف يقومون أمام الله يوم القيامة، فماذا يقولون له بعد أن طففوا في المكيال والميزان وغشوا في البيع والشراء. فهذه المعاملات ينبغي ألا تصدر من المؤمن ولا تصدر من المسلم، لأنه يرعى الله سبحانه وتعالى ويعني يطمح في أن يرضى أن يقبل الله سبحانه وتعالى عمله وأن يبارك له فيه، وبالتالي يجب عليه أن يحسن المعاملة مع غيره من الناس. هذا وهذا ما وصلنا إليه الآن، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القلوب به بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوتي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مرة أخرى حول هذا هو الإسلام، وحديثنا اليوم عن الأخلاق، وهو المؤسس الخامس للإسلام. وتكلمنا بالأمس عن المعاملات، وهناك صلة وثيقة بين الأخلاق والمعاملات. فمن الأمور التي يصل بها العبد إلى مرتبة عند الله سبحانه وتعالى هو حسن الخلق، فقد يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وشدد الإسلام على هذا المعنى في قول الرسول عليه السلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وإياك نعم، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذه الوصية الخالدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة بأن تتحرى الصدق وأن تبحث عنه في مضانه هو من الأمور التي يجب أن ننشغل بها، فإن الصدق هو منتهى الإيمان أو هو حقيقة الإيمان. ولما جاء رجل إلى رسول الله وقال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تكذب. قال: فقط؟ قال: نعم، لا تكذب. فذهب الرجل، وكلما أراد أن يأتي بمعصية أو بمخالفة شرعية تذكر وعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يكذب، فقال: لو ارتكبت هذه المعصية، وسألني الرسول صلى الله عليه وسلم: هل ارتكبت هذه المعصية؟ فإن كذبت عليه فسوف يطع الله علي، وأنا وعدته بعدم الكذب، وإن أقريت بارتكاب المعصية أقام علي الحد. فترك المعصية، ثم جاء إلى معصية أخرى، وهكذا حتى ترك المعاصي كلها بسبب وعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الكذب. ونحن عندما نقارن بين القيم الخلقية التي دعا إليها الإسلام
والقيم التي تدعو إليها الحضارة الغربية، نجد أن القيم الحضارية الغربية قيم تسير مع المصلعة أينما كانت، فوجودا وعدما. فهو فالإنسان الغربي ملتزم ودقيق في مواعيده ويحسن في العمل، هذا في بلده، ولكن عندما يخرج إلى البلاد الأخرى غازيا ومستعمرا لا يلتزم بهذه القيم ولا يدعو إليها. أما في الإسلام فأنت مطلوب منك أن تكون صادقا مع المسلم وغير المسلم، وأن تعطي الحق من نفسك مع المسلم وغير المسلم. في قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن فأنت مدعو من الله سبحانه وتعالى أن تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم حتى وإن كنت لا تحبهم. فالمشاعر في الإسلام ليس لها صلة بإعطاء الحقوق، فقد تكره إنسانا معينا ولكنه له حق عليك، فيجب أن تعطيه هذا الحق ولا تتأثر بمشاعرك نحوه. هذا هو الإسلام، وأنت صادق في بلدك وصادق حين تخرج من هذه البلاد، أمين في أرضك وأمين حتى عندما تخرج إلى أرض غيرك. فلا تتخلى عن القيم الأخلاقية، لأنها قيم متصلة بمرضاة الله سبحانه وتعالى، فأنت تعمل من أجل أن يرضى الله عنك ولا تعمل من أجل أن يرضى المخلوق عنك. ولهذا ففي الإسلام مطلوب منك أن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأن تحسن إلى من أساء إليك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكافئ العبد على حسن خلقه، وليس البشر فيما بينهم. وما يحصل عليه البشر من ثمرة هذه الأخلاق هي نتيجة إخلاصك العبودية لله وإخلاصك العمل له سبحانه وتعالى. وبالتالي يجب على المسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق التي أمرنا الإسلام بها، وأن يحرص عليها، وأن يحقق في ذاته مرتبة عالية من حسن الخلق، لأنها هي التي سوف تحقق له هذا مرضاة الله سبحانه وتعالى، وسوف تجعله محبوبا بين الناس، وسوف تجعل منه مسلما مثاليا يقدم النموذج الصحيح للمسلم الذي يتعامل مع الناس فيحسن إليهم ولا يسيء إليهم. إن القيم في الإسلام كما قلنا قيم مطلقة، بمعنى أنها لا تتخلف عن المسلم، وعلى المسلم أن يدور معها ولا يتخلف عنها. ومن حسن الخلق الشكر في السراء والصبر في الضراء، هذه الأخلاق يجب أن يتصف بها المسلم حتى يكون مسلما صحيحا. والإحسان إلى الناس كما قلنا، والعمل بما يعقده المسلم بينه وبين غيره من عهود ومواثيق، فهذه العهود والمواثيق يجب أن يحفظها الإنسان، لأنه بحفظه لها يقدم كما قلنا النموذج الصحيح للمسلم، وبالتالي يجعل الناس يتهافتون عليه ويتهافتون على الإسلام. ومطلوب منا أن لا نكون سبباً في نفور الناس من الإسلام، وهذا يأتي إذا يعني أساء الإنسان في أخلاقه وفي معاملاته مع غيره من الناس، وبالتالي نصبح نحن السبب في نفور الناس من الإسلام وخروجهم أو خروج البعض منهم من الإسلام أو عدم الدخول فيه بسبب هذه القيم وهذه الأخلاق. ومن الأخلاق التي يجب أن يتصف بها المسلم أن يكون دليلاً على المسلمين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صدق الله العظيم. فالمؤمن يجب أن يكون دليلاً على إخوانه من المؤمنين ألا يتكبر عليهم وألا يصبح بينهم يتميز عليهم في أخلاقه وفي التي من الممكن أن ينظر إليها الناس على اعتبار أنها علو واستكبار، وبالتالي وأن يكون عزيزاً على الكافرين. ومع الأسف الشديد كثير من المسلمين اليوم يفعلون العكس، يكون دليلاً مع الكافرين عزيزاً على المسلمين. وهذه من الصفات التي يجب أن لا يتصف بها الإنسان، وهي كما قلنا صفة العكس،
بل هو يجب عليه أن يكون دليلاً على المؤمنين وعزيزاً على الكافرين حتى يكون مسلماً حقاً ومؤمناً حقاً. هذا وبالله التوفيق، ونلتقي معكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم إخوتي في الله تحية بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا بالأمس عن المكون الخامس من مكونات الإسلام، وهو البناء الأخلاقي. وحتى يتم إنشاء هذا المبنى أو إنشاء هذا المقوم، فإن الرسول عليه السلام قال في الحديث الذي رواه الإمام مالك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبالتالي أصبحت مهمة الرسول الأساسية صلى الله عليه وسلم هي إتمام مكارم الأخلاق. لم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن في الأمة أن هناك أخلاق في الأمم السابقة، وأن الأنبياء السابقين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم جاءوا بالقيم الأخلاقية، ولكن الرسول مهمته إكمال هذه الأخلاق وإتمام مكارم الأخلاق. وهذا نابع من رسالة الإسلام، فالإسلام هو الشريعة الوحيدة التي وصفها الله سبحانه وتعالى كما سبق وقلنا في بعض العلقات بالكمال. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فهذا الدين الكامل جاء ليتمم كل القيم وكل المبادئ وكل التشريعات التي سبق وأن جاءت في الشرائع السماوية السابقة، ولكن الإسلام جاء ليكملها ويتممها لأنه الدين الكامل. فيقول فالله سبحانه وتعالى حتى يهيئ هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة الجليلة وهي إتمام مكارم الأخلاق، وصفه في سورة القلم بقوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مستوليا على الأخلاق، وبمعنى لو قلنا أن درجة الأخلاق، الدرجة القصوى في الأخلاق هي 100 درجة، لقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لديه أو عنده حاز على الدرجات القصوى لكل خلق، فهو 100% في الأمانة، و100% في الصدق، و100% في اليسر، وفي كل القيم الأخلاقية التي جاء بها الإسلام وجاءت بها الشرائع السابقة، فهو لديه أو عنده العلامة القصوى. لماذا؟ لأنه جاء ليتمم، وكما يقولون في فاقد الشيء لا يعطيه. فلو كانت الأخلاق عند رسول الله أقل من الدرجة القصوى لما صح منه أن يتمم مكارم الأخلاق عند الآخرين، ولكن لأنه يملك الدرجة القصوى والعلامة القصوى من هذه الأخلاق، فبالتالي جاء ليكمل هذه القيم ويكمل هذه الأخلاق في الأمم السابقة وفي أمة الإسلام. وحسن الخلق من الأمور التي ترتفع بالإنسان إلى مقام رفيع يعوضه عن قلة عمله في العبادات، نقصد بالعبادات هنا النوافل وليست الفرائض، فالفرائض يجب أن يؤديها الإنسان، ولكنه قد يقصر في النوافل، فهذا التقصير يقابله إذا أحسن، إذا حسن خلقه، فالذي يكون خلقه حسنا بين الناس أو مع الناس فهذا يعوضه عن كثير من النوافل من العبادات التي لا يستطيع أن يؤديها. والرسول عليه السلام كما قلنا حاز على الكمال الأخلاق، وبالتالي قال تعالى: إنما نعم، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما ورؤوفا، ولكنه فاق هذه الدرجة فأصبح رحمة مهداة إلى البشرية. فمن الرحمة أن يدعو الناس إلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى وإلى نبد الشرك ونبد الجاهلية، فهذه من أعظم الرحمات التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينشرها بين الخلق. ومن تأكيدات الرسول عليه السلام على حسن الخلق وعلى التزام المسلمين به قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنت يا مسلم لديك ميزان ولديك قياس تستطيع أن تقيس به الأمور، فالبر كل البر هو حسن الخلق، أما الإثم فهو ما حاك ما تردد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الآخرون. أي قضية أو أي أمر جال في خاطرك وجار في قلبك ثم كرهت أن يطلع عليه الآخرون فهذا يعني أنه إثم ويجب أن تبتعد عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم:
سئل الرسول عليه السلام لماذا لا تدعو على المشركين رغم ما فعلوه بك من إكراهك على الخروج من مكة ومن تعذيب أصحابك ومن شتمك ومن كل الأمور دي، لماذا لا تدعو عليهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، لأنه تكاملت فيه الأخلاق فهو لم يبعث لعانا، ولكني بعثت وإنما بعثت رحمة للعالمين. فلا يتفق مع هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بأنه على خلق عظيم أن يتلفظ باللعن حتى على المشركين. وهذا إشارة ورسالة من الرسول عليه السلام إلى الأمة، جميع الأمة، أن لا تشتم وأن لا تعود لسانها على الدعاء على غيرها، حتى ولو كان هؤلاء يستحقون الدعاء ويستحقون الشتم. ولكن الرسول عليه السلام يقول: إذا كانوا يستحقون الشتم فأنت لا تستحق أن تتلفظ بهذه الألفاظ، لأن لسانك يجب أن يكون رطباً بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تلوثه بهذه الملوثات التي يجب أن يعف لسانك عنها. ويصف أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف معاملة رسول الله له، فقال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. أنس بن مالك كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان 10 سنوات تقريبا، ولكنه لم يسئ إليه، لأنه بعث رحمة العالمين وبعث وليتم مكارم الأخلاق، وبالتالي معاملته لغيره من الناس، معاملته حتى للحيوانات وحتى للأشياء، كانت حسنة. وبهذا أصبح هذا الدين العظيم دعوة أخلاقية لا مثيل لها، ورسول الله جاء لينشر هذه القيم وهذه الأخلاق، ويطلب من أمته أن تكون على نفس المستوى وحتى تكون شامة بين الناس. وإلى هنا ننتهي من هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دياجي.